سعادة محافظ ظهران الجنوب الأستاذ محمد بن فلاح القرقاح، أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الحفل الكريم، مرحبا بكم في العرس 88 لوطننا الغالي. في يومنا الوطني 88 نسترجع تلك الأيام الخالدة على امتداد تاريخ المملكة العربية السعودية، ونتأمل مسيرة العطاء والنماء، لنقف لها تحية ونتغنى بأمجادها. فضل سلمان الحزم طيب الرأس يجعل أيام سنين مديدة. هنا احتفال واحتفاء، وعلى الحد تضحية وانتماء. واليوم عم الرخاء في كل آفاقي، في ظل من تلجم العالم قراراته، تظل أرضك للأجيال مفخرة، على أثرها يصير الحلم بنيانا. سلام الله سلام رايته خضره ونوره ساد على شم الجبال اللي بحب التاري معمورة، يرفرف من على قمة شفاه وانتقس لحداد ويصلح، الله أكبر ويتسامى في السما نوره.